ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده هنعمل المحشي الكداب. خليكم معايا، طريقته سهله جدا، بس خلينا متفقين ان احنا هنعمله ما يكونش عندنا عزومه، نعمله واحنا جعانين واحنا بردانين والولاد عايزين ياكلوا بسرعه، راجعين من الشغل متاخر ومش لاحقين نعمل الاكل، فهنعمله بسرعه. خليكم معايا. كان متبقي معايا هنا شوية من ورق الكرنب وكنت شايلاهم في التلاجة، طب أعمل بيهم ايه؟ ماليش مزاج ان انا ألفهم، لسه هقعد ألف. تعالوا بقى أوريكوا احنا هنعمل ايه بيهم دلوقتي، حتى لو هم شوية قليلين هنعمل بيهم حبة وحلة كده حلوة محترمة، بس زي ما اتفقنا مش هيكون عندنا عزومة، هنكون احنا مع بعضينا في البيت. هجيب بقى الورق كده وابتدي ان انا اقطعه شرايح صغيرة أو قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، بالطول بالعرض، مربعات، التقطيعة اللي تريحكم. هقطع باقي الكمية زي ما انتوا شايفين كده وهخلصها. ايه دي كمية الورق اللي كانت عندي قطعتها، سواء الورق بقى ده مسلوق أو ني مش هتفرق معانا، جهزناها وحطيناها على جنب. وكان باقي كمان معايا خلطة من المحشي، أو لو انتي عايزة تعملي خلطة محشي تكون جديدة. هبتدي بقى ان انا احط الورق دون على خلطة المحشي، وهسيب لكم اللينك بتاع خلطة المحشي وتوابل او بهارات المحشي في صندوق الوصف. هبتدي بقى ان انا احط الورق واقلبه كده مع الخلطة كويس، زي ما انتوا شايفين اهو شكلهم تحفة. معايا بقى حلة فيها 3 معالق كبار كده من الزيت، وهبتدي انزل بيه خلطة المحشي اللي عليها الورق اللي احنا كنا قطعناه، ونجيب مية مغلية، مية سخنة، شوربة اللي متوفر عندك هتبتدي ان انتي تحطيه عليهم. احنا مش هنغطي الحلة بالمية، احنا يدوب بس هنوصل كده لغاية ايه طبقة، يعني المية ما تبقاش باينة قوي الرق الاخراني. وعملت بالمعلقة كده زي وسعت كده لغاية ما المية نزلت. سبت الرز بتاعي او المحشي بتاعي الكداب ده لغاية ما اتشرب، وهبتدي ان انا اهدي النار عليه. وزي ما قلتلكو هبتدي بالمعلقة كده، انا مش بقلب، انا يدوب بوسع علشان اي مية او اي شوربة تبتدي ان هي تنزل من تحت وتسوي لي اللي تحت، مش بقلب خالص عشان ما يعجنش. هبتدي اغطي عليه وهديت النار خالص لغاية ما يستوي. شايفين بقى المحشي استوى، يلا بقى نغرفه ونشوف هو عامل ازاي. مش عايزه اقول لكم ريحته خطيره، ما خدش معايا وقت خالص وكان جاهز، فتعالوا بقى ايه نقدمه كده ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. وادي المحشي معايا اهو بعد ما قدمته، ما خدش مننا وقت وكان جاهز كل مكوناته وما خدتش مننا وقت، بتقطع على طول والخلطة جاهزة. بجد حلوة قوي، وزي ما اتفقنا ده مش للعزومات، ده لينا احنا مع بعضينا في البرد في الشتاء